حضرتك شايف اخر نصيحة لكل رجل في البيت دلوقتي بيسمع حضرتك، نقدر نلحق نفسنا ازاي حتى لو بعملية حقن مجهري؟ الفكرة كلها اول حاجة تحليل سليم من الراجل، زي ما اتفقنا ان هو تحليل بيقول ان الراجل ده عنده عدد وحركة ونسبة كويسة من التشوهات، ده مش معناه 100% ان الراجل ده قادر على الانجاب، فبالتالي لازم يقف مع زوجته ويساعدها في ان احنا نوصل للانجاب. تمام. الحاجة التانية للراجل اللي عنده ضعف، زي ما قلنا عندك 10-15% من الرجال عندهم ضعف في الحياة المنوية، الراجل ده لازم يجمد يأمن نفسه. تمام. وبعد كده يعمل اللي هو عايز يعمله، بس يجمد عشان ما يهدرش وقت، يجمد حتى لو بعد كده بقى في اي وقت. اصل واحد عمليه تجميل حاجه نوعيه، عمليات احنا بنعملها من زمان قوي، 2 نسب النجاح فيها كويس قوي، 3 التكلفه الماديه بتاعتها تكلفه رخيصه، كلام فارغ. فبالتالي هو يقدر يعمل ده ويتعالج زي ما عايز يتعالج، يسيب نفسه لو زوجته سنه صغيره، يسيب نفسه شويه يتعالج ياخد وقته، ما عندناش مشكله في ده. لكن الفكره كلها ما يسيبش، ما يضيعش وقت في كلام فارغ والعلاجات، يفاجئ ان فجاه تحب يخلص بقى صفر، انتقل من واحد باخد منه حاجات نوعيه بالطريقه العاديه الى واحد بطل شق الخصيه ودور جوه الخصيه، ممكن ما الاقيش. طبعا.